هلا صار وقت نحكي ايضا عن الجمال وخاصه للسيدات. مقدمين اليوم مجموعه ساعات ولا احلى من هيك. لاول مره ساره بنقدمها هي المجموعه، هي من ماركه لويس اردن. هالمجموعه مميزه لانه الشركه ايضا مميزه، وهي متواجده باكثر من 24 دوله حول العالم. اللي بيميز هيدي الشركه انه هي دائما بتهتم بهيك اخر صيحات الموضه، وخاصه الاكسسوارات النسائيه والرجاليه. مو بس انه بتقدمها بشكل كثير حلو، ايضا بتقدمها بسعر بمتناول اليد، يعني بيقدر اي حدا يشتري من هيدي المجموعه. وعلى الاشكال والديزاينات اللي هلا حنشوفها نحن وياكم كمان حتحسوا انتم الاسعار اللي نحن عم نقدمها جدا تنافسيه. المجموعه اللي عم نقدمها ولا احلى، تصاميم كثير فريده من نوعها. بنبداها باول تصميم موجود معنا بالساعه اللي هي بلو سيلفر، ولكن تفاصيل اكثر على هيدي المجموعه كلها والالوان العصريه خلونا نشوفها من خلال هيدا الفيديو. ساعات لويس أردن لطلة براقة بالكريستالات الملونة لموسم 2016، روعة في التصميم، كريستالات براقة، لمسة فاخرة وجذابة. التصميم الأول يأتيكم بثلاثة ألوان مختلفة، رقمه 745001. الساعة الأولى الساعة الذهبية. الساعة الثانية الساعة بالذهب الوردي. الساعة الثالثة الساعة الفضية. التصميم الثاني فلاور، ورقمه هو 745002. الساعة الأولى الساعة الذهبية. الساعة الثانية الساعة بالذهب الوردي. الساعة الثالثة الساعة الفضية. أضيفي لإطلالتك الرقي والجمالية الخاطفة مع تشكيلة ساعات لويس أردن المرصعة بالكريستالات الملونة. إذا يعني مثل ما شفتوا ساعات ولا أحلى من هيك. أنا متأكدة إن كلكم متحمسين لنتعرف دغري بالتفاصيل على أول ساعة. أول ساعة مثل ما لكم شايفين معنا هي نفس التصميم، لكن بتجي بثلاث ألوان مختلفة. لكن هلأ أنا حفوت بتفاصيل أكثر عن الساعة الأولى الموجودة معنا باللون الذهبي. أول شيء شوفي الكريستالات، يعني صار بصراحة أحيانا بتكون عندك شيء قطعة حلوة ما بتحكي عنها شيء، هي بتحكي عن حالة. مزبوط. عم نشوفها الكريستالات الروعة. المينا تبعها هو عبارة عن كريستالات عالية الجودة جاية باللون الأبيض واللون العسلي، مستغنين هون عن الأرقام أو أي شيء تاني لأنه هي هيك كتير حلوة وكتير مميزة وبكفي حتى وجود الكريستالات. إذا عم نشوف هون بالإطار، في عنا إطارين، الإطار اللي جوا حاطين فيه هيك زيركون باللون الأبيض، بعدين واحدة باللون البني، بنرجع على الأبيض وهيدا اللي حلو فيها. كمان الإطار من برا شوي كله مرصع بالكريستالات، أو حتى سوري مرصع بالزيركون اللي كتير كتير حلو وكتير مميز. سوري. وإذا هون عم نحركها شوفي اللمعة ما أحلاها، كيف ما حركتيها، كيف ما إجت الإضاءة عليها، بتعطيها رصفة كتير كتير حلوة. الساعة هي هي مصنعة من النحاس ومطلية بذهب عيار 18 قيراط. مو بس هيك، إذا شفنا الستراب تبعها أو الكستك هون مثل ما نكون شايفين قدامي، مجرد ما منطلع لفوق منلاقي هي عاملة هيك مثل شكل هندسي مايل شوي، في مرصع كمان ايضا بالزيركون. لكن لما نوصل لاخر قطعتين فهي عاطين نفس القطعه من الذهب لكن بدون زيركون. وايضا هون عم نشوف القفل تبعها اللي هو القفل طبعا اللي بتستخدمه كل البراندات اللي عاليه الجوده والحلو فيها بهيدي البكله، بتحصلوا على شكل مميز، قطعه مجوهرات، لكن هي عباره عن ساعه، هي منا ساعه عاديه، هي قطعه فنيه كثير حلوه ومميزه. كمان بدي ورجي الالوان الثانية الموجودة معنا. كمان قبل ما نورجي الألوان الثانية بدي أذكر رقم المنتج لإلهم هالساعات، هو 745001. الساعة الثانية الموجودة معنا ساعة كتير حلوة بلون الذهب الوردي، لكن هون المينا تبعها من الكريستالات الزرقاء اللي رايحة بين الغامق شوي والفاتح لتعطي لوك كتير حلو. وأيضا بالإطار شايفين هون عنا حاطين زيركون باللون الأبيض وواحد باللون الأزرق. كمان عم نشوف الساعة الثالثة الموجودة معنا،
الساعة الثالثة الموجودة معنا هي باللون الفضي، وأيضا المينا تبعها مثل الساعة الثانية هو باللون الأزرق الكحلي الفاتح. وأيضا بصراحة كل ما عم تحركي شوفي الألوان تعطيكي انعكاسات للضوء بطريقة كتير حلوة. خلونا نشوف الإطلالات المميزة لهول الساعات كيف بيكونوا على الإيد جماليتهم. عندنا أول ساعة تعرفنا عليها هو نفس التصميم متوفر بثلاث ألوان، الساعة الذهبية عم نشوفها، وعم نشوف السعر التنافسي اللي عم بتشوفوه على الجودة اللي كتير حلوة 124 دولار. بس هون عم نشوف الإطلالة تعيد تاني، ما بتحس الساعة هون سمح معباية الإيد. أول مرة عم نقدم ساعات يكون المينا تاعهم كمان مرصع كله من الكريستال، فكرة حلوة جديدة، وكمان بتحسسنا مثل ما ذكرت سماح إنه القطعة كأنه نحن لابسين قطعة هيك بريسلت أو شيء معباية الإيد من المجوهرات أكثر ما هي ساعة. وهيدا اللي هلا كثير عم نلاقيه على الموضة، يعني صاروا السيدات عم يلجأوا للساعات يكونوا هيك قطعة إكسسوار بإيدهم. مزبوط، هي الساعة الأولى اللي هي باللون الذهبي، أما هون عم نشوف الساعة بالذهب الوردي، المينا تبعها باللون الأزرق والكحلي، عم نشوف هون لابستها ميل ما على جلابية كتير حلوة، بس اللي حلو فيها إنه هي جلابية بنفس الألوان إذا حبيت تلبسيها، لكن عشوفي على الإيد قديش طالعة رصفتها كتير حلوة، الأحجار الموجودة فيها كتير مميزة، يعني كل حجر له حتى نفسه إذا بتبرميه بيعطي ألوان مختلفة مو لون واحد، وعطي غنى هيك لشكل الإيد، وهي قطعة 2 بـ1 ساعة، لكن بنفس الوقت قطعة مجوهرات كتير مميزة، وسعرها ولا شيء 124 دولار، يعني ولا شيء على تحصلي على هيك تحفة، يعني على آخر الموضة مثل ما بيقولوا. نحن هون عم نشوف الأحجار اللي موجودة المرصعة وهي الأحجار الزرقاء، ولكن الحلو بهيدي التصاميم اللي نحن عم نشوفها إنه حتى الكريستالات اللي موجودين بقلب المينا هي مش كريستال مقطوعة قطعة واحدة، عاملينا بشكل يكون بارز، فكيف ما إجت انعكاسات الضوء تعطيكي لمعة مختلفة للون الحجر الأزرق اللي موجود. مثل هون عم نشوف قد ايه التناسق بالألوان بين الأزرق، وأيضا عم نشوفه مع اللون الفضي الأزرق هلا، وخاصة الرويال بلو اللي هو الأزرق الغامق كتير كتير على الموضة، عم نشوفه داخل بفساتين السهرة، عم نشوفه بالمفروشات وأيضا بالمجوهرات. هون عم نشوف كيف مرصع عنا حتى داير مندار بالأحجار الزرقاء. الحلو بهول الساعات سما فيها تلبسهم السيدة على عباية، جلابية، على جينز، شو ما كانت عندها فيها تلبسهم بطريقة كتير عملية. مزبوط، رقم هالمجموعة هو 475001، سعرها ولا أحلى من هيك 124 دولار، بس ضمن فرصة الأسبوع. مو بس هيك، هلأ كمان في لوك تاني نحن قدمنا لهم هيك كذا لوك، لكن حبينا نورجيهم اقتراحات أكثر على شو فيها تلبق هالساعة. عم نشوف الساعة الذهبية، شوفي هاللوك ما أحلى، إذا كنتي هيك بتحب تكوني دائما ستايل أو على الموضة، التياب حتى بلون هيك البيج أو الأوف وايت بتطلع كتير حلوة. أما هون الساعة الذهب الوردي مع اللون الأزرق قديش تكون حلوة كتير على الجينز، أو حتى أنت حابة تكوني هيك سبور شيك، فكتير مميزة لإلها. وأخيرا الفضية حلوة أيضا مع البنطلون الأبيض، عم نشوف التوب الزرقاء، أو حتى أنت كمان بتحبي تلبسي جينز، فهي مناسبة كتير كتير لإلك. خلونا نتعرف على الموديل الثاني اللي نحن عم نقدم لكم إياه، ديزاين كمان ولا أحلى، متوفر بثلاث ألوان. تفاصيل أكثر على هذا الديزاين رح نشوفها هلا. الألوان اللي نحن عم نقدم لكم إياها اللون الذهبي، اللون الفضي، وأيضا لون روز جولد. إذا بدنا نشوف الساعة عن قريب، كمان مهتمين بأداء التفاصيل وخاصة المينا، فهون الساعة اللي نحن عم نشوفها أول شيء بدنا نحكي على المينا اللي جاي باللون الذهبي، ولكن عم نشوف هون الكريستالات اللي هني ضايفينها، وكمان قاصين الكريستال بطريقة إنه كيف ما حركت السيدة إيدها يعطينا انعكاسات مثل انعكاسات الضوء على المراية، فبيعطينا اللمعة الكتير حلوة. داير مندار المينا من جوا عم نشوف كمان هو مرصع بالزركون، وعم نشوف حتى داخل المينا كل الاندستيز اللي موجودين كمان مرصعين بالزركون، وشكل القلوب كمان اللي كتير مهضوم بقلب المينا. هون عم نشوف هيدي تفاصيل الكيس اللي موجودة معنا أو المينا، بدنا نشوف كمان سماكتها، فهي عاملينها مثل قطعة هيك هندسية، عم بنشوف هون التفاصيل قد ايه هي سميكة بجودة جدا عالية، مثل ما ذكرت كيف ما حركت السيدة إيدها تعطينا الانعكاسات اللي نحن بدنا إياها. إذا بدنا نفوت تفاصيل أكثر على الستراب أو الكستك اللي موجود معنا، كمان مثل الساعة الأولى والتصميم الأول مهتمين بأداء التفاصيل، مرصعينه كله بالزيركون وكله مطلي بالذهب، وطبعا عم نحكي على الماتيريال اللي مغطسه هي البراس او النحاس ومطلي بالذهب. حبيت هون كثير البوز اللي عاملينهم، جاي هيك مثل كانه بوبيون صغيره على الجانبين لحتى تكون مثل هديه كثير حلوه،
وعم نشوف هون كمان كيف الطلاء اللي معمول بطريقه كثير حلوه. طبعا هيدا التصميم اللي نحن عم نتعرف عليه اللي هلا عم نشوفه متوفر لكم بثلاث الوان، عندنا لون الذهبي، عندنا لون الفضي، وايضا الروز جولد. خلونا نشوف الاطلاله الحلوه كيف بتكون على ايد السيده، بما انه عم نحكي على ساعات اليوم حجمهم كثير حلو. عم نشوف هاي الإطلالة الأولى للساعة الذهبية قديش كتير حلوة ومميزة. عم نشوف هون إذا كان عندك فستان باللون الأسود فكتير بتكون يعني، أو عندك سهرة فما بتحتاري، ومجرد ما تحطي هيدي الساعة على إيدك فبتكوني هيك اختصرتي الإكسسوارات أو أي شيء تاني، وضافت هيك قطعة فنية على إيدك مثل ما ذكرنا، هي قطعة مجوهرات وساعة بنفس الوقت وكتير حلوة ومميزة. كمان عم نشوف الإضاءة، وكمان هون الفيونكة اللي أنت قلتي قدي حلوة كأنه سكرة ومربوطة من الجهتين، فهي فيها كثير انوثه للسيده اللي بتحب هيك تختار اكسسواراتها بعنايه وتعكس شخصيتها وخاصه الانثويه. نحن بنشوف هدول الموديلات، ولكن يعني بنشوف ساعات كبيره بالاسواق مرصعه بالكريستال وغيرها من الاشياء، ولكن هون نحن عم نشوف ساعه بجوده جدا عاليه مرصعه بالكريستال، مرصعه كمان بالاحجار اللي كثير مميزه من الزيركون باللمعه الحلوه بسعر كثير تنافسي. هيدي المجموعه بثلاث الوان، او الساعه اللي متوفره لكم بثلاث الوان سعر 106 دولار بس، يعني هون عم نحكي على ساعة عن جد بمتناول الجميع لأنه كتير حلوة هيدي المجموعة والساعات قد ايه مهتمين بأدق التفاصيل. وعلى فكرة الألوان اللي نحن اليوم مقدمينها هي الألوان اللي دايما بتتماشى مع كل سيدة. مزبوط. كمان هلا عم نشوف لوك الساعه اللي هي باللون الذهب الوردي، تفاصيل كثير حلوه، الزيركون الموجود من جوا عم يعطيها غنى للساعه، وحبيت شكل القلوب. كمان هون عم نشوف الساعه باللون الفضي للسيدات اللي بحبوا الذهب الابيض او طبعا الفضه، فهن ما بيحتاروا. شوفي على العبايه هون قد ايه طالع شكلها كثير حلو، وبنعرف نحن طبعا السيدات الخليجيات سيدات مشهورين باناقتهم طبعا، وبحبوا يعتنوا خاصه بالساعه، فهيك انا بقول لهم اختاروا هيدي الساعة لأنه عن جد بتعكس الأنوثة وبتعكس رقي وغنى كتير كتير حلو، وقد هي بتطلع حلو على اللون الأسود العباية إذا كنتي أنت لابستيها. وحتى سماح منشوف بكتير من الأوقات كل شيء بيغيب وبيروح عن الموضة، ممكن حلاق تتغير، سناسل تتغير، بس الساعة دايما بتضل على الموضة ما بتغيب. دايما كل سيدة بحاجة لساعة لحتى تتزين فيها، وكلياتنا بتمرق علينا فترة بتلاقينا بنرجع بنقول بدنا نجيب ساعة جديدة. نحن اليوم عم نقدم لكم مجموعات ولا احلى. بنبدا مع اول تصميم تعرفنا نحن عليه واللي هو قدام سماح، هيدا التصميم رقم المنتج له 745-01، متوفر لكم بثلاث الوان، اللون الذهبي، اللون الذهب الزهري، واللون الفضي، متوفر لكم ب 124 دولار بس. اما بننتقل للتصميم الثاني اللي موجود معنا، هيدا التصميم رقم المنتج 745-01، متوفر باللون الذهبي 02 باللون الفضي وايضا باللون الذهب الزهري، وجاي لكم بحسم كثير كبير ومتوفر هيدي الديزاين ب 106 دولار بس. مجموعة ولا أحلى من هيك. أنا اخترت ساعتي صوفي، وأنتوا تختاروا الساعة اللي أنتوا بتحبوها، ساعة كتير حلوة ومميزة. حنترك لهم الفرصة هلأ سارة لأنهم يطلبوا هالساعات الروعة بسعر تنافسي من خلال الأرقام اللي حتظهر هلأ على الشاشة.